عايز أقوله بس حاجة، مفهوم الديمقراطية اللي الكل بيتشدق بيه ده نمرة واحد، حرية الرأي. لما تيجي تقعد تهاجم وتشتم وكله مش عاجبني، يا سيدي أنا حر، أنا بدرس بطلع من التاريخ وجهة نظر. مش عاجبك وجهة نظر، بدل ما تشتم وتهاجم ناقش. طب في رأيك إيه سبب احتقانه من أفكارك قوي كده يا دكتور، رغم إن المفروض دكتور عمار مش شاب بقى ومنفعل وأهوج، لا دكتور عمار أستاذ علوم سياسية وباحث ومؤرخ وكذا، يعني لا واضح إنه مش مؤرخ خالص. ما فيش حاجة اسمها سعد زعل من ثورة 19 دي خالص، سعد ما كانش في مصر في ثورة 19 أصلا. سعد اتقبض عليه يوم 7، الثورة قامت يوم 9، خلصت لما هو أفرج عنه. يعني إيه الكلام ده؟ ما وأنا الرافعي ده، أنا الرافعي ده أنا حافظه صم. طب هسألك سؤال والله مش مبني على قول دكتور عمار، بس البعض اللي بيقول لك طب وانت ليه يا دكتوره بتدخلي نفسك في السياسه وبتاع، ما انت استاذه في كتابه السيناريو واستاذه في كتابه الدراما واستاذه في التاريخ وكذا، ما تخليكي في ده وسيبك من السجال السياسي. فين السياسه؟ فين السياسه في اللي انا وانت بنتكلم فيه ده دلوقتي؟ احنا بنتناقش في احداث. كل سنة عندنا المشكلة دي، كل سنة أحد القعدة أنا دي وحبطل أنا خالص، يناير ده مش أخرج من بيتنا. ده عملية بقت مزعجة، إنك أنت بتتشدق بإنك ديمقراطي وإنت مش مستحمل رأي يخالف ليك. ده إحنا بنضحك على نفسنا يا أستاذ. إحنا بيننا وبين الديمقراطية سنوات وسنوات سنوات، والدليل مكالمة الدكتور عمار الحسن. طب ما هو أنت برضو مش قابلة رأيه يا دكتور. مش قابله رأي بس ما بشتمش وبقول له مش العيب مش عليك، لا عينك. وخليكي في السيناريو وبلاش كلام فارغ واللي انا وجهه نظري اقولها واللي يحصل يحصل، وبقولها بادب وبقولها باحترام وبقولها من غير ما اسيء للراي الاخر.